انت جايبينه استخدام واحد بص كل واحد في المية بينزل انا فلوسي بتقل جنيه انت فاهم؟ ده مش الايفون اللي بمية الف جنيه، ده حرفيا 8-5000 جنيه. ايفون 15 برو ماكس هاي كوبي، حاجة كده نسخة دبط الاصل من الايفون الاصلي. احلى فيديو بنعمله في السنة حرفيا، وانا ببقى مستنيه وانا عارف ان انتوا بتحبوه جدا. المهم ان هم المرة دي مقلدين نفس العلبة بالظبط، فيعني ممكن يكونوا تطوروا عن السنة اللي فاتت معرفش. ادينا هنشوف دلوقتي مع بعض ونفتحه لاول مرة. انا والله ماسك نفسي مش عايز افتحه غير قدامكم، فيلا بينا نفتح كده على طول ونسمي الله. مبدئيا كده ايه السيل بتاعه مختلف تماما عن ابل. السيل بتاع ابل بيبقى شرطتين هنا كده فاهم، بتشيلهم تحسه متغلف بسلوفانة بيضاء. يلا بينا نفتح. بسم الله. هو انا اول ما عملت كده هو فتح اصلا. تمام، طلعه بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي العلبه الاصليه ودي العلبه الفيك. مبدئيا كده الايفون هنا في العلبه الاصليه تحسه بارز كده 3D، يعني تعرف تلمسه، انما هنا حرفيا هي صوره مطبوعه على العلبه. يعني ده من اول الاختلافات كده. ملمس حتى الكلمات المطبوعه هنا ليها ملمس، هنا ملهاش ملمس. لوجو ابل نفس الكلام. بص على العلب من ورا، يعني قريبه الى حد ما من بعض، الدنيا مش بعيده يعني. خلينا نفتح المنتج ده ونشوف ايه اللي جواه. بسم الله كده، يا رب بس ما يطلعش خازوق. اوبا يا نهار ابيض. لا استنى استنى استنى، ده الايفون الاصلي طبعا. انا جايب اللون الابيض مش التيتانيوم بتاعي يعني، بس ده التيتانيوم بجد يا جماعه. هو ملمسه جامد على فكره، عايز اقول لك ملمسه حلو حلو يعني. والكاميرات حتى شكلها بقى قريب قوي من الحقيقي. بص كده الدنيا عامله ازاي، حتى لوجو التفاحه المره دي فاهم تحسهم شبه بعض جدا. بص الحواف عامله ازاي، نفس حجم الزرار تقريبا او اكبر منه سنه عشان ده برو ماكس طبعا. بص بقى الزراير برده موجوده، والزرار اللي هو الجديد ده معمول طبعا، ده مش تيتانيوم بتاع ابل، لا ده التيتانيوم. التيتانيوم الصيني اكيد يعني، هنا واضحين مع بعض. ودي طبعا زي ما قلت لك ايه، ده مش لايدر سنسور، ده لايدر سنسور هنا عادي جدا، انما ده بقعه سودا في الكاميرات عادي جدا. بس هم الصراحه يعني مهتمين المره دي قوي، يعني انا شايف ان في تطور رهيب. تعال نشوف العلب من جوه عامله ازاي. دي العلبه المضروبه، الشاحن اللي فيها طبعا ايه، شاحن رديء جدا يعني جدا. هو تايب سي طبعا، الحمد لله كويس ان هم حاطينه تايب سي، ولكن الخامه بتاعته الخامه اللي هي بتاعت الكابلات القديمه خالص لو فاكرينها، بتاعت ابل اللي بتتقطع دي. انما المره دي ابل حاطه كابل فعلا ديورابل قوي وقوي، ففي اختلاف كبير قوي الكابل يعني. وحتى طبعا اصلا الباكج نفسها، بص كده الكلام، الفونت المستخدم، كل حاجه مختلفه، ولكن هم بيحاولوا يقلدوها قوي. بص برده من جوه كده، ايه ده ما عندكش الاستيكر؟ ايه ده ليه كده يا جماعه؟ شايلين الاستيكر بتاع ابل، ما عرفوش يقلدوه تقريبا. نسمي الله بقى كده ونفتح الموبايل مع بعض. طبعا الورقه بقى وبتاع، طبعا جايه متنيه، مش عارف كان حد مستخدمه قبل كده، بس تمام يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، الموبايل شكله على فكره جامد قوي والله العظيم بجد. ملمس الموبايل مش وحش يعني، انا عايز اقول لك هو ملمسه مختلف سن عن التيتانيوم العادي اللي احنا عارفينه، ولكن هو جامد. تعالى نفتحه كده اصلا يعني، هو هو مفتوح اصلا صح الفل يعني. طبعا ايه، انت في الغالب في حد لسه مستخدمه حالا قبل ما انا استخدمه، يعني هم بيجربوه تقريبا قبل ما انت تستخدمه. دخل كده على طول بقى، ولا مش عارف ايه، ولا ايميلات ولا باسورد ولا انا حتى ما فتحش معايا. انا كده افتحه ومفتوح، مش معمول له باور اوف حتى يعني، نازل عليه تيك توك لايت، ما بيعرفش يشغل تيك توك العادي. حاطين لك برده الوال بيبر بتاعت ابل الاصليه، تعالى برده نحطهم جنب بعض كده ونقلل البرايت هنا وبتاع. والله للوهله الاولى انا عايز اقول لك يعني، لو حد ما يعرفش في الدنيا قوي يعني ممكن يفتكر ان ده ايفون بجد على فكره. بعيدا عن الحواف كبيره جدا، الحافه اللي تحت دي حرفيا اكبر من حياتي يعني، بس قشطه يعني. خصوصا حتى ان تقله يعني فاهم، تحسه حاجه بجد يعني انت فاهم، مع ان هو من جواه فاضي انا متاكد يعني. احنا ممكن نعمل فيديو تاني نفتحه اصلا، لو انتم مهتمين بده اكتبوا لي تحت في الكومنتس، نشوف ايه اللي جوه الاختراع ده انت فاهم. الناس كبيروا كل حاجه يعني. ده يا جماعه انا عايز اقول لك كمان الوول بيبر بتتحرك مع حركه الموبايل، الحركه دي ابل اللي بتعملها اصلا عندها في موبايلاتها، وهم عارفين يقلدوها، دي حاجه جامده قوي يعني. لوجو ابلكيشن فيسبوك مختلف قوي، مش عارف انا حاسس الابلكيشنز دي فيك اصلا، خايف منها جدا. ربنا يستر انا بدخل معلوماتي السريه هنا، بس تعالوا نجرب كده. اب ستور طبعا تعالوا نفتحه كده مع بعض. بص الفروقات بقى انت فاهم، بص السيستم هنا عامل ازاي، شكل الايكونز مختلف تماما. تعال نشوف اصلا بيكونكت على الواي فاي ولا لا. سوفت وير رديء جدا المره دي، كان قبل كده احسن شويه. كويس والله ان هو شايف الواي فاي اصلا. وعلى فكره البرايتنس بتاعته حلوه يعني، انا شايف مستوى السطوع عالي قوي، انا حتى موطيه دلوقتي عشان نعرف نستخدمه كده اندورز. طبعا بص بقى الانيميشنز بقى، بص البطء بقى، بص الدنيا، ده مش موبايل ابل انت فاهم، ده يعني نوكيا 83 حاجه كده يعني. اي حد بيستخدم ابل الاربع ايام هيعرف ان ده مش ابل. انا بقول لكم انا عايز اجرب الزرار بصراحه، انا متحمس جدا للحوار ده. تعال نشوف كده الزرار ده شغال ولا ايه. بسم الله. طب والله يا جدعان شغال، بس طبعا يعني الانيميشنز كارثه. هو انت لو دوست عليه دوسه واحده اصلا يعمل ميوت ويفك الميوت. الزرار شغال على فكره، بس شغال بكليك واحده انت فاهم، بيفتح ويقفل. انما في الاصل هنا انت لازم تدوس دوسه طويله عشان تعرف تعمله ميوت او تشيل الميوت فاهم. الزراير برده تعال نشوف كده شغاله ولا ايه. بنوطي هوكس طبعا، في لاج رهيب يعني. بص انا عمال اعلي كل ده، هو لسه معليش، انا ممكن اسيبه كده وهو يعلق مع نفسه. وهم المشكله ان هم يعني ما بيجوا بيقول بتاع ده، يقول لك نسخه تبقى هاي كوبي 199% شبه الايفون الاصلي. هو اصلا لا يمت للدنيا دي بصله يعني، حتى سرعته الدنيا بطيئه جدا يعني. لو جبت موبايل اندرويد ب 1000 جنيه هيبقى اسرع منه. حتى شكل السيتنجز بص عامل ازاي، شكله بتاع اي او اس 6 مثلا. عايزين نشغل بقى ايه، نفتح الاب ستور طبعا اللي هو كان جوجل بلاي لو فاكرين طبعا، حد متابع السلسله الجميله دي. حتى انا هدخل الجيميل بتاعي دلوقتي، يا رب يفتح بس.
يا رب يفتح. عجبني ان هم فاهم يعني الحواف برضو اللي فوق واللي على اليمين والشمال صغيره شويه، انما الحافه اللي تحت كبيره شويه، بس برضو ستيل بص اي او اس 16 اصلا يعني ماشي. انا عايز اكتب مثلا يوتيوب، احمل يوتيوب نتفرج عليه، لان الاصدارات اللي فاتت كلها كانت بتعلق في يوتيوب، تشغل عليها يوتيوب تلاقيها بتعلق كده انت فاهم. تعال نشوف هنا اصلا بتاع ده هيشغل معانا يوتيوب عادي بسلاسه كده وبتاع، ولا هيقعد يعلق زي اخواته يا ايه؟ طيب عايزين نسمع صوته يعني ونجرب الدنيا كده، ده لسه احنا عايزين نكرر الكاميرا حضرتك. الكاميرا بتبقى فجعه في الموبايلات دي اقسم بالله، بيحطوا كاميرا لا تمت للحياه بصله، بتشوف حاجه ثانيه، انت بتبقى شايف حاجه والكاميرا بتاعت الموبايل دي شايفه حاجه ثانيه. يوتيوب مش موجود اساسا يا جماعه. على فكره في حاجه المره دي سوفت وير غريب يعني، عن كل مره كان على الاقل ده بيبقى بلاي ستور فبيبان عليه يوتيوب وكده، انما هنا اصلا بص يوتيوب اي بي كي يعني مش عارف ايه ده، انا ما عنديش خلفيه الصراحه ده ايه ده. بيقول لي ابل اي دي، انا عاجبني ان هو عايش الدور ده، بيقول لي هات الابل اي دي بتاعك. طب انا مستحيل اديله الابل اي دي بتاعي. ايه ده؟ اه استنى، هو منزل لي يوتيوب بره. انت لسه هتخش تدور عليه في الاب ستور يا عم؟ هو بره وعندك يعني، احنا نزلناه لك. دي بقى من مميزات الحاجات الجميله دي، جايب لك يوتيوب في السريع ومتحمل بص ونازل عليه اصلا بص حاجات هندي اصلا. انا مش عارف مين اللي كان بيستخدم التليفون ده قبلي والله. تعال نسرش كده على يعني نشوف فيديوهاتنا مثلا، نتمنى يشتغل. ذا فولوينج كونتنت ازنت افيلبل اون ذس اب. ايوه بص بقى، بص 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 دخلنا بقى، قال لي انا عايز ابديت وانفتح لي جوجل بلاي. بيقول لي بقى معلش دخل لنا بس الايميل بتاع جوجل بقى وداري علينا بقى، ما تقولش لحد ان احنا جوجل. هم الاخر لحظه كانوا مصممين ان هم ابل، وبيقول لي هات الاي دي وبتاع. دلوقتي هو خلاص، بس هو علق برده ما اعرفش، مش عايز يعمل ابديت. يا مسهل الحال يا رب. ذا فيديو از ان افيلبل، يوتيوب مش شغال اصلا، موبايل مش شغال يا جماعه، يوتيوب مش عايز يفتح، مش عارف الفيديو هيبوظ بقى ولا ايه. عايزين نشغل حاجه. طيب بجد السنين اللي فاتت كان بيشغل يوتيوب بس بيعلق، دلوقتي هو مش عايز يفتح الفيديو اصلا. انت متخيل تروح تشتري موبايل ما بيفتحش يوتيوب؟ طب انت جايب الموبايل ده ليه؟ جايبه عشان شكله بجد يعني؟ هو ده اقصى طموحك؟ وانك قاعد بتتفرج على الفيديو ومستمتع كده وبتاع، ما تعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا، واعمل سبسكرايب لو اول مره تشوفني على يوتيوب وعايز تشوفني تاني. طبعا اكيد حاجه زي كده انت مبسوط بيها طبعا. انا جايب لك منتج يعني محدش معاه الموبايل ده لحد دلوقتي، اول فيديو في الوطن العربي اللايف من الفيك. يا جدعان يا جدعان مش كده يا جدعان. هو عايز الجيميل بتاعي طبعا. خلاص يا شاشه احنا اتفضحنا، وانت اشتريت الموبايل وفتحته ولبسته وخلاص بقى، احنا بصراحه كده جوجل جوه. ما عندكش اي او اس هنا، ما تدخلش بياناتك الاساسيه هنا يعني. انا هدخل هنا ايميل اصلا انا ما بستخدموش، عشان يعني لا ربما يكون متهاك البتاع ده، هو اصلا كله على بعضه كده متهاك بس تمام يعني. نص ساعه بيعمل ساين ان على جوجل بجد والله، انا نفسي اسمع صوته بس يعني، انا نفسي اشغل يوتيوب عشان اسمع صوت الموبايل مش اكتر، ده اقصى طموحي حرفيا. ايوه جوجل سيرفيسز بقى والحاجات، ايوه بقى كده بان على اصلك بقى، بان على اصلك وتعرف. برضه عاجبني ان الناس متابعه يعني وغيروه خلاص لتايب سي، ما بقاش بقى لايتنج وبتاع، حاجه كويسه جدا والله، هايل هايل والله. ايوه بص بقى جوجل بلاي ستور والدنيا فتحت يا باشا، وانا جوجل بصراحه. بيقول لك يوتيوب لارج اب وعايز بيرميشن، انت متخيل بجد هو مش عايز ينزل يوتيوب؟ موبايل سيء مش عارف والله العظيم ليه الناس ممكن تشتري حاجه زي كده، انت عايز تعذب نفسك هات الحاجات دي. طيب على ما يحمل يوتيوب يعني واعمل له ابديت، تعالى كده نجرب ايه يعني، شاحن تايب سي ونجرب نشحنه وربنا يستر وما نشمش ريحه الشياط مثلا ولا حاجه. جاهزين؟ يلا 1 2 3. هو مش هينش، السوكت مش شغال 85% زي ما هو، مش معترف ان في شحن اتركب اساسا. والله الشحن متوصل يا جدعان وشغال اهو يعني، انا بص لو خدته حطيته في موبايلي دلوقتي هيشحن عادي. بص كده احطه في الموبايل عندي بيشحن عادي جدا. احطه في بتاع الفيك ده ولا الهوا، هو مش موجود اصلا. هل مثلا ما بيعملش حاجتين في نفس الوقت يعني؟ كون انا بعمل ابديت في نفس الوقت عايز اشحن الموبايل، فدي حاجه مش متقبله. يا ريت حد يرد علينا من العميل الحاجات دي. خلاص هو رافض ان هو يشحن، محرك حتى السوكت جوه كده يمكن يكون ايه بيلمس بس ولا الهوا كده. ده لو فصل شحن خلاص، انت جايبينه استخدام واحد. انا هسال سؤال واضح وصريح، هو استخدام مره واحده اللي هو خلاص انت تفتح الموبايل معاك بطاريه 85%، هي دي حياتك، خلصوا ال 85% من الموبايل، خلاص الموبايل خلص انت فاهم. ارجعه لهم ده؟ طب ولا مش كده مش عارف هيرجعوه اصلا ولا لا؟ والله ما عارف. طيب اعمل ايه؟ الموبايل ما بيشحنش. هو لو فصل شحن مني دلوقتي اعمل ايه يعني؟ خلاص دفعت 5000 جنيه على شحنه واحده، بص كل 1% بينزل انا فلوسي بتقل جنيه انت فاهم، لحد بقى ما ينتهي خلاص 0% يا باشا، الفلوس اللي انت دفعتها دي ايه راحت مع البطاريه. هنشوف الموضوع ده بجد عشان الموضوع ده خطير يعني، الموبايل مش شغال يا جماعه، الموبايل مش بيشحن. طبعا انا عايز افتح حتى يوتيوب، بص يا اسطى افتح يا اسطى يوتيوب، مفيش خالص. سمول فاست داتا سيفنج، هو بيعمل ايه ده؟ مش فتح تيك توك ليه ده؟ انا مش فاهم. يا نهار اسوخ يا جدعان، الموبايل كارثه، الموبايل كارثي. يا عم يا عم افتح ده يا عم، يا عم انا عايز ده يا عم، والله والله عايز ده يا اسطى. الحمد لله. طب ايه طيب يا عم؟ ده يا بيه يا عم يا طرش، هات ده مفيش خالص، هو مش موجود معانا. ده اهو، ايوه ده اهو يا اسطى، ده يا اسطى مفيش خالص والله، مش معانا اهو. انا فكرت في حاجه ثانيه، طيب احنا ممكن نطلع الشاحن اللي معاه في العلبه نجربه يعني، هو عايز ابديت ثاني؟ مش ممكن بقى هنقعد نعمل ابديت طول النهار ولا؟ هنجرب الشاحن اللي جاي معاه في العلبه، يمكن يكون هو جايب الشاحن ده بس يعني، هو ده اللي مش حلو. وارد والله، هنجرب هنشوف. ادي الشاحن بتاعه يا عم، القمامه الثاني برده ده.
ولا الهواء يا جدعان والله. انا هوريكم بس عشان ايه تبقوا شايفين الشاحن اهو في الكهرباء والموبايل ولا الهواء ولا هو هنا اصلا ما بيشحنش. بص ادي الكابل بتاعه والله. بص هو منه في الشاحن على طول. هو الموبايل نازل ما بيشحنش. موبايل شاحنه واحده عايز تشتريه ب 5000 جنيه. اتفضل يا باشا البس بقى. انا مش مصدق اقسم بالله يعني ممكن يكون ده اسوأ نسخه انا جبتها في حياتي. انا جربت كتير وقليل ما شفتش كده يعني على الاقل كانوا بيشحنوا. نقله اللايتنج التايب سي ما ظبطهاش ما ظبطتش منه. هم عملوها الحمد لله ونقلوه خلوه تايب سي بس بقى مشكله صغيره خالص كده هو بيشحنش. خلاص احنا غيرناه تايب سي بس والله صعب ان احنا نشحن دلوقتي يعني. ممكن الجيل الجاي بقى استنى ايفون 16 ان شاء الله نخليه يشحن معاك. اه يانا وصلنا كام في الميه؟ 84% 84%. انا كده فلوسي كام يا جماعه بجد يعني؟ انا لو اعتبرنا ان ال 5000 جنيه تمام هم 100% فاحنا دلوقتي 84% فانا خسرت 16% من فلوسي. مش عارف عمليه حسابيه معقده خلي بالك خلينا نجربها كده. انا اذا خسرت كام من فلوسي لحد دلوقتي؟ 5000 جنيه في 16 على 100 خسرت 800 جنيه من فلوسي يا جدعان. كل 1% بيقل انا بخسر الحمد لله عادي عادي. طبعا انت ايه منك قاعد بتتفرج على الفيديو شايف ان انا بخسر فلوس وانا قاعد كده فاعمل لايك دلوقتي حالا بجد يعني. ابسط حاجه بقى روق الفيديو ده لايكات بقى وكومنتات كتير. انا قلت والله هيشتغل والدنيا حلوه والعلبه شكلها حلو وبتاع بس هو طلع يعني ايه اسوء من السنين اللي فاتت. حتى يوتيوب مش عايز يفتح. احنا قاعد مستني يوتيوب كل ده تمنى كتير يعني ما شاء الله البطاريه نزلت ل 84% ويوتيوب لسه ما اشتغلش. قاعدين مستنيين يوتيوب وبتاع. عملت سبسكرايب عملت لايك للفيديو. لو وصلت للنقطه دي في الفيديو فاكتب لي كومنت دلوقتي قول لي الله يعينك يا حكيم والله لحد ما البتاع ده يفتح. ما فتحش يوتيوب. يوتيوب قفل. يوتيوب قفل والبتاع ما فتحش. المعنى الحرفي لمنتج زباله. اول مره اشوف منتج زباله والله بجد. اي موبايل اندرويد بثلاثه تعريفه بيشغل يوتيوب عادي يعني. موبايل اندرويد ب 2000 جنيه يشغل يوتيوب انت فاهم؟ ده ما بيشغلش. خلاص يوتيوب مش هيشتغل يا جدعان على الموبايل ده. موبايل مش شغال يوتيوب خالص. شكرا. تعال نشوف تيك توك لايت. طيب ما عندوش تيك توك العادي هو عنده تيك توك لايت. يا رب بس يشتغل يعني. اتمنى يفتح فيديو نسمع صوت البتاع ده بيقول ايه. هل في سماعات اصلا ولا لا؟ افتح يا اسطى افتح عادي يا ابني. انت موبايل يا ابني عادي المفروض تفتح الحاجات دي. ايه بقى الشاشه البيضاء دي؟ انا مش عارف يعني. انا بفتح تيك توك دلوقتي. ايه ده كل ده عشان يفتح تيك توك بجد؟ والله العظيم بفتح تيك توك قام جايب لي الصفحه دي جاب لي فيسبوك. انا مش عارف ليه ما عنديش ادنى فكره ولا ادنى معلومه عن الموضوع ده يعني. بص انا بفتح تيك توك تاني اهو. لا طب دخل اهو هايل. طبعا ايه هيجي كوبي رايت سترايك دلوقتي. تيك توك لايت شغال الحمد لله بس يعني بيموت بينهار. طب يعني اشتغل. طيب والله بص حتى الشاشه مبكسله وبتاع مش عارف باين في الكاميرا ولا لا بس والله الشاشه مبكسله يعني. يا عم اشتغل بقى يا عم. يا عم شغل بقى يا عم. يا عم شغل ام الفيديو يا عم. يا عم طب اي فيديو تاني؟ طيب مين ده مش فاهم والله انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ اشتغل يا حبيبي. كلها حاجات هندي بقى وكده عشان تعرف في دبي. الصوت تحسه طالع يعني فاهم من سماعه انت فاهم؟ مش سماعه عاديه كده ولا سبيكر وبتاع. ده مش سبيكر دي سماعه. بص بس هو يعني لحد ما عالي شويه يعني كان فعلا في حد مسجل الصوت مرتين مش مسجله مره واحده. انت عارف هو حد سجل الصوت وبعدين سمعه لحد تاني سجل الصوت وده الصوت بقى الاخير اللي انا سامعه دلوقتي. محمل لي واتساب ليه اصلا؟ انا مش فاهم. افرض انا ما عنديش واتساب يا عم مش فاهم انا ايه ده بجد. بيتدخل في خصوصيات غريبه يعني. انا كده عايز اجرب الفلاش نشوفه شغال ولا لا. بص هو عنده فلاش بس على فكره الفلاش ده بايظ يعني. انا واخد بالك الفلاش مش منور لبره الفلاش منور لجوه. انا عايزك بس تركز معايا ثانيه واحده. الفلاش المفروض بينور بره هو اللي حاصل ان هو منور من جوه. بص كده حضرتك ده الفلاش اللي بينور لبره فاهم؟ انما ده تحسه هو منور لنفسه جوه فاهم؟ حتى الفلاش مسترخصين فيه انت متخيل يا مان؟ تخيل لو فتحنا البتاع ده هنلاقي كوارث جوه يعني. ممكن يكونوا حاطين شويه رمل مثلا عشان يتقل الموبايل مثلا ولا حاجه. جه وقت ان احنا نجرب حبيبتي الكاميرا. شوف الكاميرا دي شايفه ايه؟ انا عايز اعرف هم شايفين ايه؟ طن ما قلتش اي حاجه خالص غير كده يعني. انا هصور الكاميرا وانتوا لو شفتوا الكاميرا قولوا لي يعني. يلا اهو. بصوا بقى يا جماعه انا هوريكم الكاميرا دلوقتي. دي الكاميرا بتاعتي يا جماعه. الكاميرا هنا خلي بالك في الحته البقعه السوداء دي بس هو طبعا عشان الموبايل ما فيهوش بربع جنيه اتش دي ار مثلا ولا في حتى عدسه واسعه مثلا تستوعب كميه الاضاءه اللي طالعه فدي النتيجه. كويس ان هو شايف اصلا الاضاءه يعني انت فاهم؟ دي حاجه كويسه جدا. بص برده يعني دي رجلين الكاميرا هايل هايل والله كاميرا هايله. تعال نجرب كاميرا السيلفي. طيب يعني نشوف السيلفي عامل ايه. انا هرسو حاجه ده يعني. وعلى فكره السيلفي حصل فيه تحسن عن السنه اللي فاتت طبعا بس انه كده. يلا طيب يلا طب خد السيلفي. طيب يا ساتر يا رب يا ساتر. هو كان شكلها احلى شويه والله. مين ده غالي. مين ده؟ ده انا اصلا صوره يعني ولا فيها بربع جنيه تفاصيل ولا سكين تونز بقى ولا اي حاجه يعني. بص سيلفي ابل. يا نهار اسود يا جدعان يا لهوي شكلي حلو يا جدعان والله. بص يا جدعان والنبي شايف بقى التفاصيل والحيكي والميكي والدنيا. صوره بشعه على فكره جدا يعني ممكن تكون باينه في الكاميرا عادي بس هي الحقيقه بشعه والله العظيم. تمام شكرا جدا يا جماعه والله. كاميرا التليفون ارضي حرفيا مش موبايل. عملوا فيه شغل في التصميم الصراحه ولكن الجوهر بقى السوفت وير والدنيا باظت اكتر. وفكره اصلا انه ما بيشحنش دي كارثه 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 يعني. الموبايل خلاص هو شحنه عادي يا جدعان مش زعلان خلي بالك.
لكم عادي يعني، كله فداكم عشان برضو ايه انا اجرب الحاجات دي، وانصحك ان انت ما تشتريهاش احسن ما انت تجربها وتلبس فيها. والله هحاول ارجع لهم الكمامه دي، اتمنى ان هم ياخدوها تاني. طبعا بقى لازم برضو في اخر كل فيديو من ده نيجي لمغزى الفيديو. انا ليه بعمل الفيديوهات دي؟ عشان بس اوعي الناس، لان بجد الحاجات دي يا جماعه المنتجات دي بتتباع بكميات مهوله والله العظيم، ليها ناس بيشتروها عشرات الالوفات من النسخ فعلا بتتباع، ومش عارف بجد مين يروح يشتري حاجه زي كده. يا جماعه الموبايل زباله. انت لو بتاخد رايي انا نصيحه من اخوك يعني، انت عايز موبايل بجد ب 5000 جنيه، في 5000 موبايل اندرويد هتلاقيه في السوق دلوقتي ب 5000 جنيه ويديك مواصفات اضعاف اضعاف الموبايل ده، على الاقل هتشغل يوتيوب وتلعب ببجي عادي وتعرف تتصور بيه في كل حاجه يعني، بجد احسن منه في كل حاجه. انما اللي انت شفته دلوقتي معايا في الفيديو ده انا مش عارف افتح يوتيوب حضرتك، انت متخيل يا مان؟ ده غير طبعا ان هو مش امان بربع جنيه، لو دخلت عليه الايميل بتاعك الرئيسي اللي ممكن يكون مربوط مثلا بباسوردات او حاجات مهمه وكده، الحاجات دي كلها اكيد هتتهاك، انت نفسك هتتهاك. المهم يا جدعان، ده كان فيديو النهارده والله العظيم، ودي نصيحتي ليك يا معلم والله، اياك طبعا تشتري القمامه دي، ولو شفت اي حد بيبيع الحاجات دي اعمل ريبورت، ما تشتموش انت فاهم، انا ما بحبش حد يشتم حد يعني، اعمل ريبورت ليهم خليهم يبطلوا القرف اللي هم بيعملوه ده بجد، دي مش حاجه تتباع فعلا، وما ينفعش مستخدم عادي يشتري المنتج ده. طبعا ده كان رايي في الموبايل، مستني اعرف رايك انت تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، انت عارفين انا بقرا كل الكومنتس وبرد عليها. وطبعا لازم تشوف فيديو الايفون الحقيقي بقى اللي بجد، الايفون 15 برو اللي دخلنا بيه ترندنج في مصر وفي دول عربيه كتير، روح شوفه من الرايه اللي فوق دي او من اللينك الموجود تحت في الديسكربشن دلوقتي وقول لي رايك فيه برده. وبس يا جماعه، شكرا لكم، تشوفوا لايك شير سبسكرايب كبير، ولكن اخر فيديو جديد.